wa ya ikhwanil akhibba bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukran lillah assalatu wassalamu ala muhammadin rasulillah amma ba'du أعرف نفسي اسمي جاعة ذكرى لورا أنا تلميذة في الفصل الرابع بالمدرسة الابتدائية محمدية الرابعة بسورابايا أيها الحاضرون الكرام أود في كلماتي هذه أن أتحدث عن موضوعين مهمين في حياة المسلم هما القرآن الكريم ومفهوم القيادة هما موضوعان مترابطان ففهم القرآن وتعاليمه يمكن أن يكون دليلا لنا في القيادة السليمة. القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي لتشريع والإرشاد في حياة المسلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم" وأنزلنا إليك

mansibin au sultatin bal mas'uliyatun wa amanah. Ya kulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi rawahul Bukhari. Hadal Hadal hadis asy-syarif yudhihu anna al-qiyadata tatatallabu tahammulil mas'uliyati wal ihtimami biri ayatil akharin. Ayuhal ikhwati wal akhwat القرآن الكريم يقدم لنا نماذج للقيادة الرشيدة من خلال قصص الأنبياء والصالحين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا رحيما عادلا وقدوة في جميع تصرفاته لقد تعلمنا من سيرته كيف التواضع والعدل والمصابرة يقول الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان قل لعلى خلق عظيم القلم الرابع هذه الفطائل يجب ان تكون اساسا في ممارسه القياده في المستقبل في مؤسستنا ايها الاخوه والاخوات لنقوم بتطبيق مبادئ القران الكريم في حياتنا اليوميه sa un fi manazilina au fi amakina alina linakuna qadatan bil husnil akhlaqi wa natahamalu masuliyatina bi jiddiyah wa nata'awanu ma'al akharin li tahqiqil khair wal maslahah al -ama. Nas'alullahu ta'ala ayuwafikona jami'an linakuna qadatan hakimin wa ayamna al fahmu as-sahih li karim wa ayu'inana ala tatbiki ta'ala limihi fi hayatina nasrun minallah wa fatun qarib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh